الكونكشنز اوف كوربس سيريتم. هنا هنتكلم على الكونكشنز بتاعت الكوربس سيريتم، على اعتبار ان الكوربس سيريتم اللي هو الكوديت واللينتيفورم نيوكليوس دولت هما اهم بارتس او من البارتس المهمه في البيزا الايه جانجلي. ادي الكوديت وادي اللينتيفورم. اللينتيفورم مكونه من البيوتامين والجلوباس بالاس. قال لك لاحظوا ان الكوديت والبيوتامين بيستقبلوا الفايبرز، فقال لك دولت الافرنت بارت اوف ذا كوربس ستريتا. ولقوا ان الجلوباس باليدس هي بيطلع منها الفايبرز اللي بتتوزع على بقيه الاجزاء بتوع الاكسترا بيراميدال سيستم، فقال لك دي بتعتبر الافرنت بارت. يبقى اول معلومه نعرف ان الكوديت والبيوتامين يستقبلوا والجلوباس باليدس ايه تطلع. طبعا موست اوف فايبرز، موست اوف ايه فايبرز، يبقى الافرنت اللي هو عباره عن كوديت والبوتامين والافرنت اللي هو الجلوباس باليدس. طيب الافرنت فايبرز اللي جايه للكوربس ستريتم جايه منين؟ قال لك الافرنت في مين، ثلاثه مين سنترز بيدوا للايه للبيزل جانج للكوربس ستريتم. اول حاجه الصلامس، ادي اول واحده، فدي الفايبرز الخضراء دي بنسميها سلامو استرايت فايبرز. تاني حاجة كورتيكو استرايت فايبرز من السرابرال كورتكس هنا، وخصوصا من الفرونتال كورتكس، في هنا فرونتو استرايت او كورتيكو استرايت فايبرز، دي تاني واحدة. في كمان من تحت السلامس او السب سلامس في هنا سب سلامو استرايت فايبرز. يبقى الافرنت فايبرز بتيجي للكوربس استرايتم من السلامس، من السب سلامس، ومن الفرونتال كورتكس. الافرنت الفايبرز اللي بتطلع من الكوربس استرايتم تروح لفين؟ قال لك دي تروح لبقيه اجزاء الاكسترا بيراميدال سيستم، لان اكبر جزء من الاكسترا بيراميدال سيستم كان هو البيزل جانجليا، والفالبيزل جانجليا الكونكشنز بتاعتها لبقيه مينلي لبقيه اجزاء الاكسترا بيراميدال سيستم. فايه بقيه اجزاء الاكسترا بيراميدال سيستم؟ قال لك من الكوربس استرايتم تروح للريد نيوكلس، في هنا فايبرز اسمها استرايو روبرال فايبرز. في فايبرز تروح من الكوربس استرايتم للسبستانشيا نيجرا، يبقى هنا برضو يبقى استرايو نيجرال فايبرز. في فايبرز تروح للسب سالاماس، يبقى استرايو سب سلاميك فايبرز. في فايبرز تروح للهايبوثالاموس استرايو هايبوثالاميك فايبرز. في فايبرز تروح للسالاموس استرايو سلاميك فايبرز. في فايبرز تروح للريتيكولار فورميشن، يبقى استرايو ريتيكولار فايبرز. يبقى الافرنت كونكشن، افرنت الافرنت كونكشنز اللي هي خارجه من الكوربس استرايتم عباره عن استرايو روبرال، استرايو ريتيكولار، استرايو سلاميك، استرايو هايبوثالاميك، واسترايو سب سلاميك، واسترايو ايه نيجرال. اما اللي بيجي لها منين؟ قال لك هنا بيجي لها فايبرز من ثلاث حتت، الفرونتال كورتكس اللي هو الافرنت فايبرز، من السب سلامس، ومن الايه السلامس. طبعا هيسالك هو طبعا الكونكشنز والحاجات ديت يمكن بتبقى فيسيولوجي اكتر، بالنسبه للبيزل جانجل الاهتمام بيها بيبقى في الفيسيولوجي اكتر، لانها اي انجري او ليجن ليها بيعمل مرض اسمه الشلل الرعاش اللي هو اسمه باركنسونيزم، اللي بيجي للناس العواجيز ويخلي ايديهم تتحرك كده لا اراديا. فطبعا ده في الفسيولوجي بيتاخد كويس. هنا بيهمنا البلاد سبلاي بتاع البيزل جانجليا او الكوربس استرياتم، فبنقول الكوربس استرياتم از سبلايد بايه؟ قال لك سنترال برانشز اوف ميدل اند انتيريور سيريبرال ارتريز. الانتيرور والميدل سيريبرال ارتريز هناخدهم دلوقتي، اللي هم طالعين من الانترنال كاروتيد ارتري، وبيدوا البرانش، بيدوا برانشز او بيدوا بلاد سبلاي للكوربس للكوربس استرياتم، ومعاهم انتيرور كوميونيكيتنج ارتري. في ارتري كمان بيدي سنترال برانشز برضو اسمه انتيرور كوميونيكيتنج ارتري، والثلاثه ارتريز دول طالعين من الانترنال كاروتيد ارتري. يبقى ذا كوربس ستريتم سبلايد باي ذا سنترال برانشز اوف ذا ميدل اند انتيرور سيريبرال ارتريز اند انتيرور كوميونيكيتنج ايه